لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة البصائر، استمرار عمليات انتشال الجثث من تحت أنقاض الموصل. في موقع الهيئة نت، اغتيال أحد المتظاهرين بهجوم مسلح وسط الناصرية. في صحيفة المدى، ناشطو التظاهرات: الاستهداف والاغتيال لن يرهبنا، ونعرف أن طريق الحرية محفوف بالمخاطر. في القدس العربي، سيناتور ديمقراطي مرشح للرئاسة يصف حكومة نتنياهو بالعنصرية. في كتابات، العراق يمتلك أسوأ بنية تحتية رغم إنفاقه 800 مليار دولار منذ 16 عاما. في العربي الجديد، روسيا والصين تفشلان قرارا من مجلس الأمن لتمديد إيصال المساعدات إلى سوريا. وفي موقع الجزيرة نت، عقب معارك عنيفة، جيش النظام السوري يسيطر على بلدات بريف إدلب. السلام عليكم. العراقيون اليوم في مخاض ثورة شعبية واسعة من أجل تحقيق أهداف وطنية عليا افتقدها العراق منذ سنوات طوال، وظهر أن المسؤولين جميعهم لن يستجيبوا لنداء الثورة كونهم يدورون في حلقة منظومة واحدة، ولهم شبكاتهم ومصالحهم مهما كانت انتماءاتهم السياسية. من يقف ضد ثورة تشرين؟ سؤال يطرحه الكاتب سيار الجميل في مقال بصحيفة العربي الجديد. في كل مجتمع أخيار وأشرار، فإن كان المتسلطون من الأشرار الفاسدين ومرتزقتهم والمتحزبين لهم، فإن العراق لم يعدم أو يفقد ملايين الأخيار الذين تحرك وعيهم اليوم وثاروا ضد كل الممارسات التي زاولها نظام الحكم بكل رؤسائه ووزرائه ونوابه، وكل أساليب المسؤولين القذرة التي عرفها كل العالم. إن العراقيين لم يحسبوا أن الطبقة السياسية الحاكمة شريرة ومجرمة إلى هذا الحد، وأنها بلا شخصية ولا أخلاق ولا تعرف إلا الخسة والنذالة في قتل المعارضين السلميين المسالمين واستخدام أبشع الوسائل في القهر والاضطهاد أو في القتل والإعدامات بالجملة في سلسلة مذابح ومجازر في بغداد ومدن أخرى. هناك من يأتي هؤلاء القتلة ويبرر لهم جرائمهم. هل هناك عراقي شريف يقبل بهؤلاء حاكما بعد اليوم؟ سيزدل الستار عليهم قريبا، وقد سجلوا أسوأ صفحات التاريخ على مدى 16 سنة مضت. لا يلام بعد اليوم من يستخدم أقصى الكلمات الجارحة بحق الأشرار ومرتزقة الميليشيات القذرة وكل من يؤيدهم من الإعلاميين والكتاب المأجورين. هؤلاء ليسوا عراقيين أوصلاء، وليست لهم نخوتهم وأخلاقهم وقيمهم. صناع العملية السياسية في العراق استخدموا التزوير والغش والتضليل واشتروا الذمم الرخيصة كي يحكموا العراق من خلال عصاباتهم وأحزابهم. كعادتهم التي جبلوا عليها فيما مضى وفيما سيأتي، أغلق قادة الدولة والأحزاب آذانهم، وهم الآن يغلقون عيونهم عما يحدث من احتجاجات شعبية واسعة في جميع أنحاء البلاد، وما خلفت هذه الاحتجاجات من مئات القتلى وآلاف من الجرحى والمعتقلين. هل نحتاج إلى إخراج رؤوسهم من الرمال كالنعام لتعريفهم بما يجري؟ مقال الكاتب محمد الربيعي في صحيفة المدى. الحقيقة هي أن النعام لا تدفن رؤوسها فعليا في الرمال. إني أرى فيه تشبيه مفيد لوصف قادة الدولة العراقية الذين يواجهون تحديا كبيرا ولربما مشاكل نفسية مزمنة من خلال إنكار الواقع. فكر للحظة
عندما تسمع رئيس الوزراء المستقيل ورؤساء الوزراء السابقين وقادة القوى السياسية يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم في تفشي الفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة وانتهاك الكرامة الإنسانية للعراقي وحقه في أن يحظى بأفضل الخدمات التعليمية والصحية والضمان الاجتماعي، فضلاً عن مواجهة القضايا التي تحدق بهم ومنها العنف المستمر تجاه أبناء العراق من قتل واعتقال وخطف واعتداء على المتظاهرين. لماذا يفضلون النظر في الاتجاه الآخر بدلاً من معالجة المشكلات مباشرة؟ من بين أكثر الطرق شيوعاً يدفن الزعماء رؤوسهم في الرمال عن طريق الفشل في إدراك أهمية تحقيق مطالب الناس. ما نلاحظ في كثير من الأحيان أن القادة يغضون الطرف عن سلوكيات الفساد لأتباعهم، ولربما لأنهم أنفسهم ضالعون فيها، وهي السلوكيات التي تقوض نجاح أي مشروع لتحسين معيشة الناس. وقد يبدو من الأسهل للقادة السياسيين في العراق ببساطة دفن رؤوسهم في الرمال آملين في انتهاء التظاهرات عبر اختراقها وركوب الموجة وتحويل شعاراتها إلى مطالب اجتماعية مباشرة وفصم عرى الوحدة بين المتظاهرين وعامة أبناء الشعب. ما عانت شعوب في العالم في العقد الأخير معانته شعوب المشرق العربي، لا نتحدث هنا عن الشعب الفلسطيني الذي احتلت الحركة الصهيونية بلاده منذ أكثر من 70 عاما ولا تزال، بل أتحدث عن البلدان العربية التي حاولت شعوبها تحديدا منذ عام 2010 أن تحدث تغييرا في إدارة شأنها العام بالاحتجاج السلمي وفشلت في ذلك حتى الآن. عن بلدان الاضطراب العربي والاستعصاء على التغيير كتب رضوان السيد في صحيفة الشرق الأوسط. في العراق وبعد شهور من التظاهر والقتل والخطف والاغتيال والتخويف، لا يزال الحاكمون يتجادلون في مجلس النواب بشأن تعديل قانون الانتخاب. وقد خيب عادل عبد المهدي السياسي المستقل فيما يزعم الشبان الثائرون بصموده في وجههم وخذلانه لشهدائهم ومحاولاته للضحك عليهم في إجراءاته للإصلاح ومكافحة الفساد، وخيبهم وخذلهم مرة أخرى عندما استقال أخيرا كأنما هو يرمي الكرة في وجوههم وليس في وجوه الأحزاب الميليشياوية المسيطرة. والأكثر إثارة للسخرية والسوداوية الشخص الذي رشحه الحاكمون لخلافة عبد المهدي بكونه مستقلاً، وقد كان دائماً من حزب نور المالكي نائب رئيس الجمهورية وأكبر شخصية خلافية في تاريخ العراق الحديث. المسيطرون الذين يتنافس معظمهم في الولاء لإيران والذين يصرون على استمرار ميليشياتهم المسلحة على الرغم من أنهم هم الذين يأمرون الجيش والقوات الأمنية، يعدون أن السلطة حقهم لأنهم فازوا في الانتخابات منذ أقل من سنتين، ولذلك فإن من حقهم أيضاً أن يرسلوا من يقتل المتظاهرين، ومن حقهم أن يتداولوا على رئاسة الحكومة أياً تكن وجوه فشل تلك الحكومة وزراء ورئيساً. ويقول الكاتب: الشباب من جهتهم وفي العراق ولبنان يقولون إن الطبقة السياسية كلها فاسدة وكل يعني كل، فالانسداد السياسي حاصل والاستعصاء حاصل، فهل يستسلم الشبان أو ينفجرون؟ تحت عنوان الانتفاضتان اللبنانية والعراقية في طريق مسدود، كتب صحيفة لا كروا الفرنسية أنه بعد مرور شهرين على انطلاق الثورة ضد الفساد في كلا البلدين تبدو الأوضاع معقدة في لبنان والعراق. وتضيف الصحيفة أن صعوبة إيجاد بديلين لرئيسي الحكومة في البلدين يكشف حجم التضارب وصراع المصالح فيهما ويعكس حالة التأزم التي يمران بها. وجاء في الصحيفة أن اللبنانيين والعراقيين نجحوا في غضون أسابيع من التظاهرات ضد الطبقة السياسية القائمة في الإطاحة برئيسي الحكومة في كل منهما، ففي حين نجح اللبنانيون في التخلص من رئيس حكومتهم بصورة سلمية، دفع العراقيون الثمن باهظا في سبيل ذلك، إذ سقط أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى والمختفين
بيد أن الخطوة الثانية في طريق التغيير تبدو صعبة، فبعد مرور شهرين من الانتفاضة الشعبية اكتشف المتظاهرون حجم المهمة ومدى عناد السياسة في البلدين. وأبرز صعوبة لكل من لبنان والعراق تكمن في التوصل إلى تسمية رئيس للحكومة يخلف رئيس الحكومة المطاح به في العراق. يتدافع الرئيس الجمهورية والبرلمان مسؤولية اقتراح اسم جديد لرئاسة الوزراء، كما يوضح مدير مركز الدراسات الاجتماعية في العراق عادل باكاون، إذ تدرك الرئاسة والبرلمان كما هي الحال في لبنان أن أي مقترح سيقدمانه لن يحظى بالقبول، وسيتعرض المبادر باقتراح شخصية لرئاسة الوزراء للاحتجاج من المتظاهرين الذين يطالبون باستئصال النظام القائم في البلدين. إذا كان التأزم الحالي يتمثل في مواجهة بين الشارع والقيادات السياسية وبين القادة السياسيين فيما بينهم، فإن غياب قيادة للثورة يزيد من تعقيد المشهد، ويتحاشى الثوار في كلا البلدين تعيين قادة للثورة لأسباب أمنية خاصة في العراق حيث تتزايد الاغتيالات، وكذا لتحصين الثورة من اختراق الأنظمة. قال صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها إن قانون الجنسية الجديد في الهند يساعد اللاجئين غير المسلمين من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكنه يتجاهل اللاجئين المسلمين من دول أخرى. وتشير الافتتاحية إلى أن الشيطان يكمن في التفاصيل المفقودة، فالجنسية السريعة معروضة على الهندوس والمسيحيين والبوذيين والسيخ وزردشتيين والجانيين وليس للمسلمين. والدول الوحيدة المسماة في القانون هي باكستان وبنغلاديش وأفغانستان. أما الجيران الآخرون من سريلانكا إلى الصين حيث لا يشكل المسلمون أغلبية فلم تذكر. وتجد الصحيفة أن الرسالة الواضحة من ذلك هي أن الدول ذات الأغلبية المسلمة المجاورة للهند تقمع الهندوس وغيرهم من الأقليات، وأن المسلمين من تلك البلدان لا يمكن أن يكونوا لاجئين. حتى الناس مثل الروهينجيا الذين وصل بعضهم إلى الهند بعد الهروب إلى بنغلاديش فرارا من القمع الوحشي في ميانمار. وتؤكد الافتتاحية أن القانون كما لخصه 200 مليون مسلم في الهند لا علاقة له بمساعدة اللاجئين، لكنه يحاول تماما من خلال حملة مودي ووزير الداخلية أميت شاه تهميش المسلمين وجعل الهند وطنا للهندوس الذين يشكلون 80% من عدد السكان البالغ 1.3 مليار. وتقول الافتتاحية إنه كغيرها من الحكومات الأخرى في أنحاء العالم التي حولت موضوع المهاجرين دون أوراق إلى قضية قومية بينهم الرئيس ترامب، قام وزير الداخلية أميت شاه بشيطنة المستهدفين من حملة الاعتقالات، وهم المهاجرون المسلمون من بنغلاديش الذي يشير إليهم بمصطلح النمل الأبيض. دعت هيئة علماء المسلمين في العراق الأمة جميعا حكاما وشعوبا إلى أن يقفوا وقفة جادة ضد الإجراءات الظالمة بحق المسلمين في الهند وعدم التغاضي عنها أو الانشغال بالخلافات والتنازع بين المنظمات والقمم الإسلامية في ظل القمع المنظم. وجاء ذلك في بيان نشره موقع الهيئة نت. الحكومة الهندية قامت بسن قانون عنصري ديني لمعاداة المسلمين والانتقام منهم في بلدهم الهند، إذ ينص القانون بأنه يجب على المسلمين إثبات مواطنتهم من خلال تقديم وثائق تثبت أنهم أو أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل يوم 24 من آذار عام 1971 كي يعترف بهم مواطنين هنودا، وبخلاف ذلك يتعامل معهم بصفة مهاجرين غير شرعيين بعد إسقاط الجنسية الهندية منهم. وعدت الهيئة هذه الإجراءات التعسفية الظالمة بحق مسلمي الهند ومحاولة تهميشهم والمس بالهوية الثقافية الجامعة لهم تفتح الباب لطرائق تعامل معهم شبيهة بالطرائق التي تتبعها الصين الآن مع المسلمين الإيغور في المناطق الإسلامية في غرب الصين. وأوضحت الهيئة أن القانون دليل قاطع على أن المستهدف من القانون هم المسلمون فقط،
لأنه يسمح بمنح الجنسية الهندية لملايين المهاجرين غير المسلمين وأغلبيتهم من الهندوس القادمين من دول الجوار. واستنكرت الهيئة محاولة تحويل الهند البلد المتعدد الديانات إلى بلد بلون واحد لأنه يتناقض مع مبدأ المواطنة والعدالة والمساواة وحرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي، وتمسك الحكومة الهندية بموقفها واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في عموم البلاد لغرض تخويفهم وإسكاتهم واتباعها كل السبل المتشددة في التعامل مع المحتجين كمداهمة المؤسسات الإسلامية والجامعات والاعتداء على الطلبة. لا يملك الفلسطيني رزق صلاح سوى فأسه وإرادته للبقاء في أرضه المحاطة بالمستوطنات من كل جانب رغم تهديد المستوطنين وتحريضهم على قتله أو إخراجه من أرضه، لكنه يعتبر الأرض عقيدة وهي جوهر القضية الفلسطينية وسبب اعتقاله سنوات طويلة بحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت. لم تكن حياة صلاح مستقرة قبل ذلك، فالرجل أمضى 21 عاما داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بتهمة مقاومته، وكان محكوما بالسجن المؤبد قبل الإفراج عنه عام 2013 في صفقة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. يقول صلاح إن كل هذا العمل لم يعجب المستوطنين ولا جيش الاحتلال، فهم يريدون الأرض خالية حتى يسهل الاستيلاء عليها. حاولوا مرة منعه من دخول أرضه بتعليق لوحة على البوابة بحجة عدم ملكيته لها، لكنه توجه للقضاء وأثبت أنه يملكها. يرفع الرجل الخمسيني رأسه ويقول إن عنوان القضية الفلسطينية هو الأرض، وحينما يترك الفلسطيني أرضه فإنها ستذهب إلى الاحتلال ومستوطنيه، وهذا ما لن أسمح به، لأن عقيدتي وتاريخي النضالي كله كان من أجل الأرض، ولأجل ذلك عدت إليها وسأبقى فيها. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.